السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزاد. اليوم غادي نتكلم على الإعلامي والأستاذ بسعيد عيسي، يعني وين الوحيد الصحاب الناس اللي يتكلموا يعني في الوجه. كاين صحافيين نحترموهم وكلش، بصح كاين شويه شويه، بصح هذا الصحافي لا تهمه الشهره ولا تهمه ولا شيء، يتكلم كلام واقعي وفي الوجه. الوحيد قبل المباراه بساعه قال له بهذه التشكيله يا بالماضي، قال له بهذه التشكيله سوف ننهزم لا محال، وخسرنا أمام الكاميرون هنا. قالوا بهذه التشكيلة سوف ننهزم لا محال، سوف نكسر، وخسرنا. الناس يعايروا فيه طق 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 طق. بالصح هو كان يعني عارف واش راه يهدر، إعلامي لما تهمهش. يعني هذا هو الإعلامي، عدم ضمير. وتكلم في تكلم قدام كأس إفريقيا، تكلم في كأس إفريقيا، تكلم مور كأس إفريقيا. يعني هذا بسعيد عيسي، بيقال بسعيد عيسي، ويقول لهم كنت قد جزمت في مقابلة في مقال سابق أن بالماضي لن يغير من قناعاته، وقد يؤدي به ذلك إلى مشاهدة المونديال عبر التلفزيون. أنا واحد من الناس راني شاهد عليه هدرها، شاهد عليه أمام ربي هدرها. قال لهم كانت عندي قناعة، وقد يؤدي به إلى مشاهدة المونديال عبر التلفزيون، وهذا الذي حصل فعلا. وقد شكل الأمر بالنسبة لي صدمة، ليس فقط بسبب الإقصاء، بل لأن الرجل صار ضد التيار الجارف. لست هنا متحسر على ضياع بطاقة التأهل للمونديال بقدر ما أنا مذهول من التعنت الرجل في اتخاذ لنفس القرارات التي جعلته يقابل الحيط. كنت إلى غاية كتابة هذه الأسطر أظن أن الرجل للرجل شيئا من الدهاء والذكاء، إلى أنه هو مع توالي السنين استوعبت أنه فاقد شيء لا يعطيه، وبأن تكوينه لا يفتح له المجال نظر إلى أبعاد يعني أبعد من أنفه. دلائل الغباء الثلاثة: العناد والغرور والتشبث بالرأي. هذه هي هذا هكذا هو الحال لسان بالماضي الذي دأب للسير في بعض المناطق التي يستهويها ماجر كمدرب. تفوق بالماضي على أقرانه بارتداء برنوس الغرور المضفف والتفني في إيجاد مواقف تبقيه وحيد متسيد المجال. من بين الأسباب المعضلة ستكون يعني سكوت الجميع عنه ومساندة أغلبية الشعبية العمياء له بعد الكارثتين. لن تدرك هذه الطائفة والطبقة الشعبية التي لا تفقه شيئا في كرة القدم. نعم، الله ما يعرفوا حاجة، لن تدرك هذه الطبقة الشعبية. يعني أمثال هذو لم يحضروا هذو، هذاك المخنث وجماعته، هذاك بوكلبة، طائفة من شيء كبيرة. لن تدرك هذه الطبقة الشعبية التي لا تفقه شيئا في كرة القدم عمق الحفرة التي أوقعنا بها هذا المدرب، إلى حينما تأتي سيراليون مجددا لتتعادل ضدنا. حينها لن يكون للتحكيم يد في الأمر، ولا للحرارة، ولا ارتفاع الرطوبة، ولا رئيس اتحادية، ولا المناجر العام، بل سوف تكون الرطوبة التي عشعشت بداخل دماغ هذا المدرب هي السبب. عودة ديلور إلى المنتخب ضروري وحتمي، الذي قهر باريس سان جيرمان ومؤهل نادي نيس للعب بطولة أوروبية. الجزائري الغير المرغوب فيه لكونه وقف ند أمام الحجرة
الحقرة تاع هذا المدرب ومحبته للاعبين يلعبون دوريات فيما يعني فيما بين أحياء، بينما يقول الشارع الكروي أن الأمر متروك لفاقدي الوعي، سوف لن يكون اسم ديلور في القائمة. وسكوتنا سوف يعيد هذا المدرب لعاب عمورة إلى المنتخب بعدما أهانه، وسوف يجلب يعني بنيته لتسخين الدكة. من أمسة الأكاذيب، هذا المدرب معروفة وأوراقه الكروية مكشوفة بعدما فضح فنيا ودهمت الأسطورة من لندن سيراليون وغينيا، فهل من مزيد؟ معليش احنا نقولوا كي ولا الأمر عند أصحاب هذه الطائفة التي أصبحت نقولها ونعاودو، كي تشوف السنغال مثلا وانت تستدعي في مواهب شابة والتي تأتي بالإضافة الحقيقية، أما نحن فنستدعي برك، وعلى ما أظن لا يوجد لعاب تطور في الأداء مع المنتخب تحت إشراف هذا المدرب. ما شفنا والو، حنا على بالك شنو نديرو؟ نجي نعيطو اللعابة، بصح ما كاش تطور في اللعابة، هذو ما يتطوروش. شحال من لاعب عيطنا له ما جاش، وراه اي يقولوا لنا وراه هذا اللاعب مي تهدر انت عادو المنتخب. خرجوا علينا ناس يتكلموا لك هدره يعني من اجل هذيك الشبيبه مساكين، قاعدين واحد الشبيبه يعني تبان لهم اصحاب الاختصاص ساكتين، واحد كيما هذا اعلامي كيما هذا ساكت، ماشي ساكت يعطيه الصحه، هذا الوحيد اللي نشهد له واش كان يهدر وخرجت فانيك صح، يعني نعترف به. بسعيد عيسي إعلامي بسعيد بقلم بسعيد عيسي، هذا ديتها من عنده من الصفحة تاعو تاع الفيسبوك، راني يعني نقولكم خاطر بزاف كاين اللي ما يعرفهاش، دخلوا عنده دخلوا في الأرشيف عنده، شوفوا من البرومي ماتش تاع سيراليون حتى الآخر مباراة تاع الكاميرون، شوفوا شا كان يهدر. تعرفوا كرة القدم باش الناس تعرف كرة القدم، باش تولوا تعرفوا كرة القدم، هذه هي باش تولوا تعرفوها. خاطش غموكم هذا كيما ذاك شكون هذاك تاع رئيس جمعية المخنثين، هذاك بو لحية، هذاك بو كلبة، يعني ناس وين ولاو يا الله دمير برك. يهضروا واش يبغي لهم هاك شبيبة مساك، الله غالب جاو في 2019 الله غالب، زايد لك في 2007 ما يعقلش ما يعرفش الناس كيفاش خدمت. يجي هذاك مخنث هذاك يعرف الرجالة، خد صايب عندو عمو ما يعرفوش، يخدم بيهم مدخلهم في بلا ما يفيقوا مدخلهم في جمعية تاع مخنثين يخدم بيهم، كأن هذوك هما يقول لهم انا هما لا اللي معايا جمعية تاع مخنثين، ويتلقى ويكذب أموال عليكم بلا ما تعرفوا، بصح نتوما في جمعية تاع مخنثين. مزيان ناس فاقت، شحال من واحد جبد روحو، شحال من طفل جبد روحو، شحال من واحد باباه جبده خرج قال له ديزابوني من عنده خرج، عرفوا شكاي. يجي يهدر في الحاج محمد راو راو ويقول لهم غادي ندخلوا ناس للحبس، يا ودي انت هذاك لا يقول لك، هذاك هو بروحو راه غاتر، هذاك لا يقول لك هو بروحو راه غاتر، قالو بلعوا له الباج تاعو بلعوا له روح تدبر على روحك، روح قالوا لي كي يجي المغرب يجيك مرضك يجيك هبالك، انا عارفو رجال اودي عارفو رجال ويعرفونا رجال، قالوا يخرجوا علينا يقولوا لنا انتوما ماكم قاضبين والو، يا ودي روح تربح غاديك قاضبو غير انتوما، كي انتوما وليتو تعرفوا، انتوما وليتو تعرفوا شو وين وصلنا، كي انتوما وليتو تعرفوا شو وين وصلنا. شتكم انتوما وليتو تهضروا على كرة قدم، كاين واحد الشباب اخر الناس خرجوا عملوا واحد كومونتي لي يقول لي تما قال نهار لو 15 ابريل، انا عقل قلت خبر رسمي مباراة الجزائر الكاميرون لن تعاد، قاسما لن يعاقب، هيا انا عقل الكومونتير الاول واحد كتب لي
قال لي انت ما راك قالب في جده والو. كتبت له انا رديت عليه قلت له دي قلبو غير نتوما وكاليفونا على هذيك كاليفينا على هذيك رانا في الكوب ديمو على هذيك على هذيك رانا 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 ليشان رانا هاك يودي واحد الطريقه رانا قالبينها الناس هي غايره منا على بالكم. كاميرون غايره، السنغال غايره، تونس غايرين، السعوديه قال لي كاليفه والكوب ديمو دابا غايرين منا خاطر حنا ما روحناش وعندنا ناس مخنثين. ركسوا 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 هذه هي. انا قلت هذاك مشاكره قلت له قلت له كي هذوك هما قلت له هذاك المخنث وهذاك الطوبا والله ما تشوف الربح كاع هذوك غادي يدوروا عليكم الولاد هذو هذو. انت قلت له هذا غير يخدموا معاك تاع هذو وشراهم بالدراهم باش يكذبوا على الشعب. راه داير قال لكم درت بيدي لكم اللايف راه والله حاجة ما كان ما عندو والو ما عندو والو شو يا ودي بشاكرة نستعرف بيك في حاجة برك عرف كيفاش تدي أموال وكي تقعد تهدر بالفرنسي فهمهم قولو مانيش نهدر مع الجزائريين كنت بالفرنسي كنت تهدر مع إيطو كاش ما يعطيك هادي هي فهم الغاشي كيما هاكا هي الجزائر.